أعلنت الهيئة العامة للبيئة عن تدشين منصة الامتثال البيئي الإلكترونية، والتي تهدف إلى تسريع إجراءات الخدمات التي يقدمها قطاع الرقابة البيئية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة. تعمل هذه المنصة على تقليص الدورة المستندية بل وإلغاء الإجراءات الورقية، وكذلك إلغاء التعامل المباشر مع الجمهور التزاما بقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن. أصبحنا نسمع في الآونة الأخيرة مع أزمة كوفيد-19 بالعالم الرقمي. هذا ما سعت إليه الهيئة العامة للبيئة للحاق بركب التكنولوجيا بإطلاقها منصة إلكترونية لتقليص الدورة المستندية. إنشاء 5 أنظمة إلكترونية ضمن المنصة الامتثال البيئي. الأنظمة الإلكترونية هي تقلل الاعتماد على طبعا الورقي تم القائه، بالاضافه الى تقليل هم الدوره المستنديه، ترى الموافقات وايد قاعد يقلل سرعه الانجاز، بالاضافه ليعزز موقف الكويت في المشهد الدولي وتحسين بيئه الاعمال. المنصه تشتمل على عدد من انظمه الكترونيه، منها الافراجات الكيميائيه ونظام تراخيص الاوزون ونظام تقييم المردود البيئي وتاهيل الانشطه البيئيه، واخيرا النظام الاكبر للمشاريع التنمويه. راح ينسق النظام مع 25 جهه بالكويت القائمه على تنفيذ المشاريع التنمويه في الدوله. يعني احنا نطلب من جميع جهات الدولة تدش على هالنظام وتسجل فيه، ويتيح لها طبعا ان تاخذ الموافقات البيئية عن طريق النظام. المنصة يستفيد منها المتعاملون مع الهيئة بتخليص معاملاتهم دون الحاجة للحضور الا للضرورة. المفروض ان المراجعين كل شيء متوفر عندهم اونلاين، احنا في نقول في حال اذا صار عندهم اي استفسار ان احنا نستقبل المراجعين فقط للطوارئ. هذه المنظومة الالكترونية سوف تحقق الاهداف المرجوة، والتي من أهمها السرعة في إنجاز العمل ومواكبة التطورات. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.